أسعد الله مساكم بالخير والعافية. طبعا مستمرة نقل النيس، هذه نقل كوتشي العزري مستمرة. الآن الساعة 6:15 والقلابات تقوم بنقل هذه الكوتشي إلى شوارع وادي المهركل. هذا هو القلاب الثالث، 3 قلابات تقوم بنقل هذه النيس إلى وادي المهركل. العمل ماشي ما شاء الله بوتيرة عالية، والخط سابل وكل شيء سابل، ولا يلزم إلا الدعم يا رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم القلابات ينقلون كوتشي العيزري إلى وادي المهركل، إلى بعد المخنق نحو وادي المهركل. هي القلابات توصل ومستمرة بالعمل، ينقلون الكوتشي العزري الذي هي النيس او الكشلال او الخرسانة او الكري الى هذه الاماكن. اعتقد ستفرش في الاماكن التي هي رطوبة. طبعا الحاج محمد قائد
متواجد هنا. هذا القلاب الثاني سوف ينفل الحملة في هذا المكان. هي الحرفة فجزع قلنا الوقت على الفاضي، إذا نزيد مقطع ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل شيء العيزري اليوم ثلاثة أو أربعة قلابات يقومون بنقل الخرسانة إلى هذه الأماكن هنا في وادي المهركل. قد معنا هنا كمية كبيرة ولا يزال البابير يواصلون النقل إلى هذا الأماكن من الكداش إلى هنا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هنا جوار بس الثانوي، وهذا الأشجار قطعت من أجل الطريق. بادروا، رحبوا، فرحوا ما شاء الله على أصحاب البلاد، جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا ملك بني راشد، ملك آل راشد رحمه الله، وبارك الله في الجميع. شكرا لكم جميعا.